آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيضا في آية في الحجرات تذكرها؟ تفضل. لا في الحجرات، إنما المؤمنين خليه يكمل، خليني مع الأخ. إنما يؤمنوا بآياتنا، إنما المؤمنون الذين أكمل آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. معليش تعتبر إجابة إن شاء الله كاملة. تفضل. أيت هذا؟ طيب تفضل. طيب السؤال الذي بعده، مثل لقول اللسان، مثل لقول اللسان من القرآن والسنة الدليل على قول اللسان. اختر واحد يا شيخ. من رأى منكم منكرا، يعني أنا أريد يعني العمل، القول، قول اللسان، قول اللسان النطق بإيش؟ لا أريد جواب أو إجابة أوفى. من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، فيه حديث صريح. لا لا أصبر، واحد واحد واحد. في حديث صريح، حديث عبادة، من شهد، ها نريد واحد المجيب جماعة. أيوة، وأن محمد عبد الله ورسوله، أيوة، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى آخر الحديث. أحسنت. ما اسمك؟ المجيب واحد، ماني عارف ولا واحد ولا اثنين محدد المجيب. ها تفضل تفضل نبيل. تفضل. السؤال اللي بعده، عمل القلب، من يعرف عمل القلب ويستدل عليه؟ من يعرف عمل القلب ويستدل عليه؟ عمل القلب، واحد 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 يا اخي، واحد. الله يجزيكم خير. ايوه تفضل. ها ايش؟ الحياة. احسنت. وايضا خل واحدة واحدة يتكلم، هو خلي يكمل. ايضا من اعمال القلوب التوكل والمحبة. ايوه احسنت. والخشوع والخضوع والرجاء والخوف، كل هذه اعمال. طيب هناك ثلاثة، اذا اكملت هذا اعطيك الكتابين. ثلاثة اعمال لا يتم الايمان الا باجتماعها في القلب. انت مجيب، نفس الاخ المجيب. اصبر يا شيخ، اصبر، جزاكم الله خير. ثلاثة اعمال من اعمال القلوب لا يتم الايمان الا باجتماعها في القلب، ويسميها العلماء ماذا يا اخي؟ اسكت، الله يصلحك، صلحكم الله. نعم، اسمها ايش؟ اركان ايه؟ العبادة القلبية. ما هي؟ هاتها. ها؟ لا لا يا اخي، اصبر اصبر، خل يا جماعة دعوه. ها؟ الحب واحد، المحبة كمل. ها؟ لا لا، البغض ما له دخل. ثلاثة اشياء تسمى اركان العبادة القلبية، الحب وايش؟ الحب والخوف والرجاء. الحب والخوف والرجاء، احسنت. ويدعونا رغبا ورهبا، وان كان قد جاءتك اسعافات لكن تفضل. طيب اذن عرفنا ايها الاخوة، عرفنا تعريف الايمان، وانه لا تعارض بين اقوال السلف الذين قالوا الايمان قول وعمل، فانه نفسه قول من قال الإيمان قول وعمل وإيش؟ واعتقاد. وقد بين المقصود من ذلك. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن اعتقد
من قال إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة والمعصية فقد خرج من أو سلم من قولي المرجئة الإباحية والخوارج التكفيرية، ولا يلزمه وراء ذلك شيء مما يتكلف به بعض المتكلفين وبعض المتحذلقين وامتحان الناس ببعض الألفاظ التي تحصل في الساحة من بعض الناس. أقول وأكرر، من اعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص وطبق مقتضى ذلك فقد سلم من منهجي الخوارج المارقة، من منهج الخوارج المارقة ومنهج من؟ المرجئة الإباحية. فهمنا؟ هذه خذوها قاعدة، بدلا من أن يخاض في بجعجعة أشبه ما تكون بالتكلف والتصنع الذي ما أنزل الله به من سلطان. فهمنا هذا؟ فإياكم وامتحان الشباب والمسلمين ببعض الكلمات المحتملة وبعض الألفاظ التي يغني عنها كلام السلف. الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من قال ذلك وفهمه وطبقه فقد اتبع منهج السلف وسلم من عهدة الإرجاء والتكفير. ثم بين بعد أن حثهم على الإيمان، حث ابنيه على الإيمان بالله جل وعلا بكل ما تحمله كلمة الإيمان من معنى. والإيمان يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وسيأتي مزيد من التفصيل لذلك. ثم حذرهما مما يضاد الإيمان ألا وهو الشرك، واستدل على الإيمان بدعاء بقول يعقوب لبنيه يا بني، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه من بعده ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.